السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا يا بنات، أنا شيكو من قناة شيكو للتجميل وكل ما يخص المرأة. فيديو النهاردة إن شاء الله يا بنات علشان تفتيح الإيدين وكمان تفتيح الوجه عن طريق صابونة جميلة جدا ومكوناتها سهلة وبسيطة، هنعملها مع بعض حالا. أول مكون عندي يا بنات هو بشر صابونة دوف. يا رب الكاميرا بس تكون مبينة معانا. ده بشر الصابونة طبعا دوف، هي المكون الأساسي والرئيسي معايا النهاردة. أي صابونة تانية مش هتكون فعالة زي الصابونة دي. عندي كمان بعد كده يا بنات بشر ليمونة واحدة صغيرة هنزل بيها. طبعا انت بتبشري القشرة الخارجية بس، مش بتبشري الليمونة كلها، والليمونة هي اللي بتعمل على تقشير خلايا الجلد الميت وبتسيبلك الطبقة السليمة اللي تحتها على طول، وكمان بتعمل على تفتيح وتبييض البشرة. بعد كده بنات عندنا كبسولات فيتامين ه. الكبسولات دي طبعا الفعالة، هنحط بقى كبسولة فيتامين ه. الكبسولة دي يا بنات اهي فيتامين ايه 400 جرام، علشان اللي هيسألني عن الجرامات قد ايه. هنبدأ بقى يا إما تشوكيها بدبوس يا إما بمقص، وتبدأي تنزلي بالمكون بتاعها كده كله. احنا هنستخدم كبسولتين. الصابونة دي يا بنات حلوة جدا وفعالة لمعالجة البشرة، كمان تبييضها 4 درجات عن طريق إزالة خلايا الجلد الميت، وعن طريق طبعا تقشير البشرة بالليمون، وتقدري تستخدميها كل يوم بالليل. اخر مكون يا بنات عندنا، وهو اي نوع كريم مرطب عندك، اي نوع، يعني مش هشترط عليكي نوع معين، هتاخدي منه معلقة بالمقدار ده، مش صغيرة قوي ومش كبيرة. ازاي هنقلب بقى المكونات مع بعض؟ عن طريق بخار المية. للبنات اللي لسه صغيرين ما يعرفوش يعني ايه، انت هتجيبي اي حاجه هتسخني فيها ميه، ولما تغلي تبداي تحطي الطبق فوقيها وتقلبي، وهوريكي شكله برضو عامل ازاي لما يسيح ببخار الميه. ده شكل المكونات يا بنات بعد لما نزل من حمام البخار. خدي بالك انه هيكون بالشكل ده بالظبط، بنفس القوام، يعني مش هيكون سايل، هيكون ماسك نفسه شوية لانه هيكون غني بالمكونات اللي احنا حاطينها كلها. بعد كده هتجيبي بقى علبة صغيرة زي كده، تبدأي تحطي الكريم بتاعك فيها، هو لسه سخن طبعا. هتنزلي بالصابونة بتاعتك هنا كده وتقفلي عليها وتسيبيها في التلاجة 24 ساعة قبل ما تستخدميها. هوريكو برضو شكلها عامل ازاي لما تخرج بعد 24 ساعة، وهقولكو برضو تابعيني لحد اخر الفيديو عشان اقولك طريقة استخدامها ازاي، وكام يوم في الاسبوع تقدري تستخدميها. ودي بقى بنات صابونتنا بعد ما طلعت من التلاجة لمدة 24 ساعة. طبعا انا حطاها في قالب صغير مش قالب كبير، وهتبدأي بقى تدهني بيها بشرتك كده كل يوم بالليل. بص يا بنات بالطريقة دي كده هتعمل على تقشير البشرة، وكمان إزالة الخلايا الميتة، هتشلك الطبقة اللي فوق وهتسيب الطبقة الكويسة، وهت كمان هتفتحلك بشرتك وهتبيضها من 2 لـ4 درجات. بس اهم حاجة تستخدمي الصابونة يوميا كل يوم بالليل قبل النوم. الصابونة حلوة قوي مجربة، وعلى فكرة يا بنات انا عاملة اكتر من صابونة، عاملة صابونة الجليسرين بالشوفان كمان، وعاملة صابونة تانية، هسيب لكم روابط الصابون في الشير. على حسب المكونات بتاعتك كلهم حلوين جدا، على حسب المكونات اللي تتوفر معاكي تبدأي تستخدمي او تعملي الصابونة المتاحة ليكي. انا بالنسبة لي انا بفضل الصابونة دوف مع الكريم المرطب، عشان بتديني نعومة
رهيبة جدا جدا للإيد وكمان للوجه، مش بس نعومة، بتعمل على تقشير البشرة وإزالة خلايا الجلد الميتة. ما تنسوش يا بنات لو عجبكم الفيديو تدوسوا لايك، والبنات اللي لسه ما اشتركتش معايا في القناة يا ريت تشترك وتفعل الجرس عشان يوصلها مني كل جديد. البنات المشتركين معايا في القناة عارفين اني برد على كل الكومنتات، مستنية كومنتاتكم ولايكاتكم. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.